ما هو رأيك في طرق إحياء مراسم عاشوراء والتجديد فيها؟ هل يتم الإحياء فيها بالرجوع إلى سيرة أهل البيت عليهم السلام، أم بالرجوع إلى المرجعية أو العرف أو الحركة الفنية الإنسانية في طريقة الإحياء؟ يعني هذه مجالات كثيرة، بس بشكل عام حتما ولا شك يعني يتم الرجوع فيها إلى صاحب الذكرى سلام الله عليه. ويحضرني إلى آية الله التبريزي، ميرزا التبريزي رحمة الله عليه، يحضرني كلام يقول: في الموكب الحسيني عرف الناس بصاحب الذكرى، عرف الناس بأئمة أهل البيت عليهم السلام، عرف الناس بأقوال أهل البيت عليهم السلام، عرف الناس بأفعال أهل البيت عليهم السلام. إذا الحالة الموكبية كأساس يفترض أن تكون بهذه الصورة في إحياء ذكرياتهم عليهم السلام. حتى في المواليد أيضا يعني مطلوب أن نعرف بالإمام، بحركة الإمام، وأن نستفيد أيضا من حركة الإمام سلام الله عليه. نعم يمكن الاستفادة من المرجعيات، ممكن الاستفادة من أقوال العلماء، ممكن الاستفادة من كل ما يساعد على إحياء الذكرى، حتى الجانب الفني الإنساني بشكل عام. يعني هو أنت تبغى توصل الكلمة تحتاج إلى قالب، هذا القالب هو فن الكلمة وفن اللحن. هذا لا يعني أن نستغرق في فن الكلمة وأن نستغرق في فن اللحن وننسى صاحب الذكرى. وطلعت عندنا قصائد كما تعرفون، بعض القصائد كانت مع الأسف الشديد سيئة جدا، فيها تصاوير غير مناسبة لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ألقيت في الموكب أو نزحت إلى مجالات لا ينبغي أن تنزح إليها. المفروض ما تروح إلى جوانب بعيدة في 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 التصوير أو ما شابه ذلك، تصوير البلاغ الفني يعني أقصد، ولكن لابد من الاستفادة من الفن لأنه القالب اللي ممكن يوصل أهداف أهل البيت عليهم السلام إلى قلوبنا. اللحن إليه أثر، فإذا جيد أن نهتم باللحن في حدود، مو أن نهتم باللحن بحيث نستغرق 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 ثم تضيع الكلمة، ما استفدنا في هالحالة. أو العكس، نستغرق في الكلمة والتصاوير والبلاغة وننسى اللحن بحيث أن نقول كلمة لا. خلنا نسوي عملية توازن ما بين الطرفين. بس أنا مريت قليل السؤال السابق على هذا، مع الأسف ما علقت على مسألة الأشرطة والغناء وأنها مشابهة للغناء. وصدقوني الآن تمر سيارة وتسمعون الشريط لا تفرقون هل هو غناء أم هو مواليد أم هو أحيانا حتى عزاء. ويؤسفني أقول، أنا كنت في العراق السنة ووفقني الله لزيارة الأربعين، زيارة أبي عبد الله الحسين، رزقنا الله جميعا وإياكم إن شاء الله الوصول. واقعا يعني مأساة، الوضع مأساة، أسوأ حتى من وضع البحرين، وأنا أخشى واقعا أن هذه الطريقة تأتي إلى البحرين. طبعا الأشرطة الآن الموجودة في العراق فيها ما لا عين رأت ولا سمعت ولا خطر على قلب بشر من جانب سلبي وليس إيجابي، يعني مو الجنة النار والعياذ بالله. يعني لا شك بأنها من المحرمات، طبول وموسيقى وأنواع غريبة عجيبة من الاستخدامات غير الصحيحة إلى آلات الموسيقى واللهو. هذه صورة غير حضارية في موكب أهل البيت عليهم السلام، ومو مطلوبة. أنا أمر يعني عند الحرم أمر مرارا وتكرارا كل مشغلة هذه الأشرطة اللي ترقص على قولتنا إحنا، فالله يجيرنا. هذا لا يعني أن البحرين الآن خالية، يعني مع الأسف الشديد كانت البحرين سباقة في تصدير الموكب الحسيني بصورته اللامعة، مع الأسف الشديد الآن أصبحت سباقة في تصدير الموكب الحسيني بطريقة غير مناسبة. كذلك المواليد، مواليد أهل البيت عليهم السلام، ولعلكم سمعتم يعني في الأيام اللي طافت سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله كان يتحدث عن إدخال الموسيقى خصوصا في المواليد، وطالب مطالبة قوية جدا بإيقاف هذا النوع من الأشرطة. هذا من زمن بعيد طالبنا مرارا وتكرارا، تحدثنا للعلماء، تحدثنا للرواديد، تحدثنا كعزة ورائي بعد مشغل هني زين، تحدثنا للجميع. يا جماعة اتقوا الله، بنوصل لمرحلة مو جيدة بس مع الأسف الشديد. فأقول نعم في أشرطة يعني أقر بأنها من المحرمات في البحرين،
وما أدري إذا سمعتون كلمة إلى سيد منير الخباز حفظه الله ورعاه، الخطيب الحسيني المعروف، كان يتحدث عن البحرين، يقول البحرين بلد العلماء أمثال شيخ يوسف البحراني، أمثال شيخ حسين العصفور، وأمثال وأمثال. هذه البحرين لكانت تخرج العلماء، يقول هذا التعبير، يقول أصبحت تخرج الآن، تصدر أشرطة الغناء. يعني عيب في حقنا واقعا أن احنا نسمع أكثر من مكان وأكثر من مجال بأن في البحرين عندنا أشرطة يعني قريبة من الغناء، على أقل تقدير هي في شبهة، على أقل تقدير. وأنت كمؤمن إذا كان هناك شبهة أنت ترك الشبهة على أقل التقادير، إن لم تعتقد بحرمتها فلا أقل من ترك هذه الشبهة.